النهارده كان في اجتماع للجنه العلاج برئاسه الاستاذ مجدي سخا وكيل المجلس وعضويه كل من الاستاذ محمد نجيب والاستاذ محمد عبد العظيم كركاب والاستاذه فاطمه الزهراء والمتحدث اليكم. والحقيقه انا شايف النهارده ان في طفره جميله جدا في هذا اللقاء المهم للغايه، في طفره في تقديم الخدمه للمحامي والكل أعضاء اللجنة كلها الحاضرين حتى والغايبين مننا النهاردة لعذر لديهم لهم الرغبة في تحسين العلاج. النهاردة الحقيقة كانت الاقتراحات جميلة جدا بزيادة بعض أسقف العلاج في حالات معينة. النقطة الثانية الحقيقة في اقتراح أنا قدمته شخصيا إن المحامي لو هو عايز العلاج في الواتساب يبعت الروشته بتاعته الى النقابه تبعت له الخطاب اللي عايزه للتحاليل للمستشفى في ذات التليفون بتاعه في الواتساب ايضا، يبقى ما يخليش المحامي ينتقل الى النقابه او الى نادي النهري او الى نقابه الشمال او الى النقابه بتاعته، بل بالعكس يبقى الخدمه يقدر يستفيد بيها وهو موجود وبالليل، وهنخلي الخدمه دي 24 ساعه. فيعني عايز اقول ان دي خدمه باذن الله تقدم للمحامي سريعا، والخدمه دي قدمت قبل كده في مناطق معينه ونجحت نجاح رهيب ونجاح كويس جدا، فباذن الله المحامي هنتعاون معاه ان تصل له الخدمه الى مكانه الى حتى تليفونه. النقطه الثانيه برضو تحدثنا كثيرا عن الامراض المزمنه، ازاي المرض المزمن ان انا النقابه تساهم فيه بقدر المستطاع، انا ما اقدرش اساهم بكل حاجه في العلاج، فبساهم بالقدر المستطاع. النقطه الثانيه في رقابه على المستشفيات، في رقابه على الادويه، في رقابه على الروشتات، في رقابه على العاملين في الجهاز الصحي من لجنه من نقابه المحامين، هتكون من نقابه المحامين برضو من الفنيين فيها الاطباء والفنيين فيها، هتبقى دي لجنه معاونه ولجنه كاشفه للحاجات دي، لان احنا طبعا مش هنبقى على علم ولا درايه بالحاجات الطبية. أنا عايز أقول إن القادم أحسن في مشكلة العلاج، وكلنا بنتفانى في خدمة المحامي وعايزين نصل إلى أقصى درجة ممكنة في خدمة المحامي. بإذن الله هنصل إلى هذه الخدمة، إلى أعلى خدمة نؤديها للمحامي، وهيبقى هنحاول نرفع سقف التحاليل وسقف الأشعاعات. أنا عايز أقول أن القادم أحسن في عملية العلاج بإذن الله، لأن إحنا لازم نكون كلجنة علاج حاسين بمشاكل المحامين، وإحنا الحقيقة محامين على الأرض، يعني بنشتغل في المحاماة لسه، ممكن الواحد بيبقى جاي من محكمته فبيشوف كل حاجة قدامه، فبإذن الله القادم أحسن. أنا بطمنكم لجنة العلاج مهتمة جدا برعاية المحامي رعاية كاملة، وبإذن الله في الجلسات القادمة هيكون في أفضل خدمة تقدم للمحامي. أشكركم وتأكدوا إن إحنا وإنتوا عايزين تحسين الخدمة الطبية، كلنا محامين ومتعاملين وحاسين قد إيه المحامي بيعاني، فعايزين نرفع المعاناة عن المحامين باعتبارنا أعضاء مجلس نقابة وأعضاء في لجنة العلاج، وربنا ييسر الأمور ويساعدنا على أن نقوم بهذا، وأشكركم.